قاف. يا لهوي سريعة سرعة أسرع واحدة. قاف. طيب هذا أنت بتطلعي ولا بترجعي؟ أيوة خليني أكتب صح. هذا بالزه ولا بالزاد؟ بالزال. مفيش حاجة اسمها زه ومفيش حاجة اسمها زاد. ازاي؟ في ره زه وفي زاد ضاد. اسمها صاد ضاد وره زين. زين ده مش حرف، ده اسم بني آدم. حتى في بنات اسمها الزينة. أنت شكلك ما كنتش شاطر في العربي على فكرة. أنا؟ خلاص خلاص هكتبها بالزاد. طب قابليني بقى لو لقيت الزاد دي عندك. أنا مش عارف أنت متعصب ليه يا سيف. اهدى شوية يا سيف، اهدى شوية. أنت مش شايف يا شريف؟ أنا مش شايف. أنا مع مين؟ أنا مش شايف. شريف ما تستعبطش، ده بريل. أنت هتعملي سكران. ماشي ماشي معلش. خلاص خلاص كمل يلا. هذا وقد قرر. قرر بالقاف ولا بالكاف؟ بالقاف. اللي هي الشركة وعليها نقطتين. اللي هي الشركة وعليها نقطتين. أوكي. قاف. قرر. ره. 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 يا رب ارحمني. ره. ره لقيتها. قرر يعني ره تاني. ره. ره. انت بتدوري على ايه؟ ما هي هي، ما انت لسه دايسه عليها. دوسي عليها تاني. مش لاقياها. يعني ايه مش لاقياها؟ يعني فطت سابت الكيبورد وطارت؟ ده انت غريبه قوي يا شيخه. اهدى بس، اهدى اهدى. اوقات الري بتفط من فعلا من الكيبورد. معلش اهدى. بطل شرب يا اخي، البريلا هيقتلك. طب بالراحه على البنت، البنت زي القمر عشان خاطري. بالراحه. على فكره انت موترني جدا والمشكله مش عندي. امال عند انا يا عم؟ المشكله عند انا، عند انا المشكله. خلاص معلش. المشكله في اللابتوب بتاعه صح؟ هو صح، انا معاكي جدا فعلا. اللابتوب بتاعك غير اللابتوب بتاعي. يعني مختلف ازاي؟ يعني هو هو لا اي لابتوب في نفس الكيبورد. لا الكلام عندك انت مختلف. على الاقل انا عندي زاد، انت ما عندكش. مفيش حاجه اسمها زاد. انا مش عارفه اشتغل على اللابتوب ده، انا عايزه اللابتوب بتاعي. هو موجود تحت في العربيه، هتنزل تجيبهولي ولا انزل انا اجيبه بنفسي؟ لا لا ما تنزليش انت، انا هنزل واعملك اللي انت عايزاه. يلا انزل بقى متاخر بقى. ايه واديني فرصتي بقى كده عشان اقعد معاها شويه. ها نتكلم انا وهي شويه. يلا اديني وقتنا بقى. ماشي. لا انت ايه قليل الادب. دي بنت مؤدبة مش زي اللي تعرفها. اه ماشي، ايه المشكلة بس؟ أنا مش هقعد معاك لوحدي على فكرة. في انت قفشت ليه؟ ما كنا لسه بنتكلم وفكينا ما بدأنا نفك اهو. سيف لو سمحت خد الشيء ده معاك. ماشي يلا. مش هتغير الروب ده؟ ولا البس أبيض أحسن. أبيض يا شريف. شريف سيف تعالى خد المفتاح. خلي بالك عشان انا شاكه ان صاحبك ده ممكن يسرق حاجه من عربيتي. صاحبي ده؟ بتقولوا ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ بنتكلم عليك. اوكي ماشي كملوا. لا صاحبي ده مش حرامي، مش حرامي. هو ممكن يكون غلس لكن مش حرامي. خايفه ياخد مثلا سكارف من عندي من العربيه اذا كان اخد الروب بتاع مامتك. لا دي مش سرقه، دي شقاوه. شقي قوي. شقي. اوكي خلي بالك. عامه لا ما تلاقيش. بليز دوري كويس عشان انا مش فاكره حتى اللابتوب فين. طيب حاضر. يعني مش هنتاخر. خد راحتك، البيت بيتك. شكرا. فين الصور بتاعته معاها؟ photos private. ياسمينة. ايه ده؟ دي احلى حاجة حصلت لي في حياتي. دي هتبقى فضيحة جامدة جدا. دي كانت مبزوزة مبزبزة من كل حتة. ايوه يا سيف استنى ما تجيش. لقيت اللابتوب؟ لا ما تطلعش من غيره. دور عليه في كل حته، دور تحت رجلي كده الحته اللي بسوق فيها، دور جنب الكرسي التاني، دور بين الكرسيين، في الكنبه اللي ورا، في شنطه العربيه. من فضلك ما تطلعش من غيره عشان اللابتوب بتاعك وترني قوي. ثانك يو باي. هبعت الصور لنفسي على الميل. طب ما انا اعمل لهم شير من الفيسبوك بتاعه وانا ولا من شاف ولا من جري. بالهنا والشيف. انا عايزاك تخلص العكاوي دي كلها عشان اقرا لك الطاجن. ايه ده؟ انت بتعرفي تقري طاجن العكاوي؟ طب ده انا بعرف اقرا طاجن العكاوي بالبصل وطاجن الباميه بالدان. طيب يا ستي الطاجن قدامك اهو. المستقبل قدام.
ملحوس. لا ده ملعلت كده. هتقابل واحدة ست هتغير حياتك. دي بصل. ايوه اصلها ست بنت بلد على ابوه. طيب بص يا ستي، انا راجل عادل عاوز اجي معاكي سكة. وانا بموت في الراجل العادل. حلو ده. بص يا ستي، لا اتعادل وقول عايز ايه وخلصني. انا قصدي يعني ها يعني عمو عبد الله في حاجه مهمه. ايه في ايه؟ ايه ده انتوا بتعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ ما تعملش حاجه. ايه يا بنت في ايه؟ قاعده برغنه وسعب فيها حاجه دي؟ انت ايه اللي دخلك من غير اذن؟ المركب اللي جايه من ايطاليا عليها الاستاذ منير. نعم الاستاذ منير ده رئيسك المباشر، تروح تبلغيه وهو يجي يقول لي في ايه. اتفضلي. ماشي. سلام عليكم. وعليكم السلام. اللي احنا كنا بنقول ايه؟ كنت بقول يعني لو تخش في الموضوع يا سي عبدو. هو موضوع يعني كنت عايز اقول يعني قول يا اخويا. انا مرارتي ضيقه ما تستحملش. لا الف سلامه على مرارتك. ايه رايك في ورقتين عرفي وتنوري شقه المهندسين؟ لا بطلته. هو ايه ده اللي بطلتيه؟ العرفي بيجيب مشاكل. حلو قوي. يغوروا الورقتين وبرضه تنوري شقه المهندسين. اصل انا يا اخويا ماليش في الشمال، ولو كان ليا في الشمال كان الحال بقى غير الحال. ما عطلتش. لا استني بس، رايحه فين؟ وحلها ازاي دي؟ تتحل بالمأذون والفرح على سنه الله ورسول، وما تطبقش في الوجه كتير، مش كويسه على الكولون. فوتك بعافيه يا سي عبدو. انا ما كانش ليا توميه ابدا النهارده مع الكرومب. مستنيني، في حاجه مهمه جدا عايزه اقولها لحضرتك. الريحه دي ايه يا انسه؟ ايه مش في باب بتخبطي عليه؟ معلش حضرتك اصل الموضوع خطير، بس الريحه اخطر. ايه ده؟ وبعدين وش حضرتك احمر كده ليه؟ مضغوط يا انسه مضغوط، ضغط الشغل عندي هيعمل انفجار. كان الله في العون يا فندم. خير؟ ايه الموضوع الخطير؟ اصل حضرتك وانا بحضر الملف اللي حضرتك طلبته مني لاحظت ان وزن الحموله اللي هننقلها على المركب اللي جايه من ايطاليا اكبر من طاقه المركب نفسها. ده غير بقى ان الارصاد محذره ان الجو منقلب في الميه، يعني لا قدر الله ممكن المركب تغرق بالبضاعه اللي فيها. لاحظتي؟ انت هنا ما تلاحظيش يا نسا، انت هنا تعملي اللي اقول لك عليه وبس. ودلوقتي يلا اتفضلي على مكتبك، جهزي الفايل اللي قلت لك عليه بسرعه، الناس جايه كمان نص ساعه. طيب حاضر. ارجوكي أرجوكي. مستر منير، مستر منير. ايه انت؟ حاجة مهمة، ممكن حضرتك بس تكلم الناس بتوع الصيانة عشان التكييف عندي بينقط مية، وبعدين واضح إن المجاري ضربت هنا عند حضرتك في المكتب، ده ريحة طالعة لغاية بره. لا ايه ده؟ ايه ده؟ دي بتزيد بتزيد. يا لهوي يا ساتر يا رب. طب ركب شفاط يشفى. هركب هركب. يا عيني. أرجوكي اتفضلي أرجوكي. ايه ده؟ واحد ما يعرفش يفرفش في مكتبه ابدا. استاذ منير بقول لحضرتك العملاء وصل وعايز الملف ضروري. حاضر حاضر. قول له حاضر قول له حاضر. يا رب انا مش عارف اشتغل، انا مش عارف اشتغل من البتاع ده، انا زهقت خلاص مش عارف اشتغل. يا رب اعمل ايه؟ هو ده. اه ماشي. وحياة امي اجيب اخرك.
Welcome to Egypt. We will start 5 minutes only. You have coffee? Coffee, huh? Yes. Okay. مستر عبد الله. نعم. كويس ان هم قاموا. عايز اقول لسيادتك على حاجه قبل ما نبدا. دلوقتي الحموله مالها؟ وزنها اكبر من طاقه استيعاب الباخره، ودلوقتي الجو كمان مش مضمون. يعني لو حصل اي تقلبات في البحر لا قدر الله ممكن الباخره مالها تغرق. اسمع منير. ايوه. احنا مالنا؟ مش اول مره نعمل الشغلانه ديت. وبعدين يا اخي فرق الوزن ماله مش كبير قوي للدرجه دي. ثم ما تنساش ان العملاء بتوعنا مالهم متعودين على ان مواعيدنا مظبوطه، مش عاوزين نخسر الميزه دي. ها؟ تمام. بلاش تتكلم عربي كتير لانه شكلهم ولاد قرود بيفهموا عربي كويس. اوكي. شوف لي بس موضوع الملف. اخلص حالا. ايوه. بلاش ايوه، بقول لك بيفهموا عربي. طبعا. ويلكم. شوفوا لي شريهان فين. ايه ده؟ ايه ده؟ مين دول؟ ده الولا اشرف والبنت نهى بيعملوا لنا مخبياتهم. ولا شيل ايدك يلا. الشركه دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. ايجيب كوفي في غامق فاتح. ما تشوف لنا يا ابني الملف. انا قررت خلص الانجليزي اللي اتعلمته كله. بص انت خالتي. خالتي. ايوه يا خالتي. عايزه ايه خالتي دلوقتي؟ كنت عايزه اقول لك على حاجه كده حصلت بيني وبين سعبد الله. خير يا خالتي؟ خير خير. زي ما تقولي كده في بيني وبين عبد الله، وان شاء الله عن قريب هتسمعي اخبار حلوه قوي. انا قلت يا خالتي دخلتك على الراجل بالطواجن دي فيها ان عشان عمرنا ما شفنا منك طواجن ولا شمنا حتى ريحتها. صح؟ ايه يا بنت، ايه المشكله يعني حتى لو اتجوزت؟ لا لا يا خالتي مشكله طبعا. الناس دول هيفتكروا ان احنا داخلين على طمع. انا مش قلقانه من الراجل الطيب، انا قلقانه من بنته السماويه اللي عامله لنا فيها كل سابه دي هتقرفنا. انا ما لقحتش جدتي على حد. هو اللي عايز وهو اللي شاري. ايوه ايوه ايوه. تفضلي تقولي لي بصي بقى، وهو اللي شاري وهو اللي مش عارف ايه. لا يا خالتي الموضوع ده مش هينفع. لازم لما اجي لك نقعد قعده ونعرف هنعمل ايه. فاكره عم محمد اللبان قعدتي تقولي لي بصي بقى وبيموت فيا ومش عارفه ايه، وكان عنده بنت سماويه وكانت مقرفه وهي اللي شلوحتني في الاخر. مساء الخير يا عمو. مساء الخير يا حبيبي. شريهان ثواني، والملف والملف يكون جاهز عند حضرتك. حالا الملف جاي يا فندم. ويلكم. مساء الخير. بس معلش، هو الجيم اللي هنا فين؟ عشان بس عايز اظبط الباي والترايل. اوف يا لهوي. انت بتعاكس هنا؟ انا عضو هنا، انت بتحرجني؟ معلش الجاكيت عامل شغل يا سيف، مش ممكن. شغل ايه شكل؟ انت جاي تخطف طفل؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ طب طالما مش عايز نعاكس بنات، عايز نعمل ايه؟ جاي النادي نعمل ايه يعني؟ انا عايز افهم. جينا عشان نلي. ما بتردش عليا في التليفون من امبارح وحاسس انها زعلانه. اكيد زعلانه عشان ما لقيناش اللابتوب بتاعها. طب ما احنا يا كيوتي اموري عسوله، قعدنا قلبنا العربيه ما لقيناش حاجه. يا كيوت هي امرايه الاماريه، لو كنا دورنا تحت الاستبن كنا هنلاقيه. وازاي كنا هندور تحت الاستبن؟ احنا مش عارفين نشيل الاستبن اساسا. اهو كنا اتصرفنا احسن ما تزعل. ومن انت بيفرق معاك زعل البنات اساسا؟ وانت مشوار البنات ده مالكش فيه اساسا. مين اللي قال لك؟ لا ليا فيه طبعا. ايه اللي ماليش فيه؟ لا فيه فيه طبعا. انا كويس جدا. بس هي عشان زميلتنا في الجامعه. زميلتنا في الجامعه؟ لا ده انت رخم قوي. انت رخم يا شريف. في ايه؟ لو عايز تهزر قول لي عشان ما اجيش انا هنا يا شريف، ما تهزرش معايا. انت وقعت؟ من ايه؟ انت حبيت هالة؟ انت قديم يا شريف. اوعى يا شريف، انا بعرف يا شريف ما تلمسنيش يا اخي. قلت لك يا نهار اسود. ايه ايه؟ امن النادي؟ امن النادي؟ ياسمينة جاية. امن النادي ايه؟ واحنا نطيب من على السور. دي ياسمينة. مين ياسمينة دي؟ واحدة كنت ماشي معاها زمان. دي جامدة قوي، جامدة قوي قوي قوي. ايه ده؟ لا ولسه بقى لما تيجي تشوف بقى انا هعمل ايه. اه ياسمينة ازيك؟
ها يا سي زفت. ايه؟ انت بتضحك على ايه؟ انت ليك عين تيجي نادي برجليك؟ انا؟ ده اللي انت عملته معايا امبارح ده. عملت ايه معاها امبارح؟ انت عامل معايا ايه دي؟ افهم غلط والله. انا عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. استنى. عمل ايه؟ في ايه؟ انت عملت شير للصور القديمه بتاعتي على الفيسبوك؟ ايه انا؟ هو لو في مشكله في الصور القديمه حضرتك وعايز احط لك صور جديده اديها لنا وهنحط الصور الجديده على طول يعني. لا انت ممكن تخلص خلاص عشان ما حدش كلمك اصلا. انت بتضحك على ايه؟ بتهزقك انت. ايوه صح. انا ما شيرتش حاجه. امال مين اللي شير الصور دي؟ مين؟ مش ده الاكونت بتاعك؟ اه. يبقى مين اللي عمل شير؟ مين؟ صدق انك حيوان. اه يا حيوان. ايه حيوان؟ ايه اللي حصل؟ الشنطه بتوجع قوي. ايوه طبعا. الفستة جت في درستي. معلش سلامتك يا حيوان. ما تمسنيش يا شريف. ما تمسكنيش. قلت لك يا اخي اوعى بقى يا اخي. الله. بجد انا ما صدقتش نفسي لما شفت الصور. فضيحه يا بنتي. دي اسمها فضيحه. انت مش فاهمه كميه الكومنتس عامله ازاي. كل الناس بجد كل الناس I'm not exaggerating كلهم عاملين شير للصوره. يا بنتي انت مش فاهمه. دي جت النادي 10 دقايق بس امبارح ومن اللي اتعمل فيها راحت عيطت ومشيت على طول. احسن تستاهل. قلت لك يا سو انا مش سهله. انا مش سهله خالص. ادخل ادخل. أمرت الحلوة بقت تحمة. بقت تحمة وإنها سحري. هي بتقول تحمة كده. تحس إنها واكلة تحمة. سو نكمل كلامنا بعدين عشان غالبا في مصيبة. باي. حبيبة بابا نيلي. أمورة بابا نيلي. كتكوتة بابا نيلي. خلصت فكرة المنوعات بتاعتك؟ الحقيقة هو لسه بس انت لو عايزاني اخلصها اخلصها. كان لسه في شوية حاجات كده. اللي عندي فراشة صغننة وعندي بغبغان مش عارفة ايه. لا فراشة صغننة دي يوم الجمعة قبل الصلاة ما تنسيش. انما دلوقتي في البحر سمكة سمكة. عارفة السمكة وعارفة كل ده. خشي في الموضوع على طول. ابدا. انا جاي اقول صباح الخير على احلى واجمل والطف واقدم بنت في الدنيا اللي يا سبحان الله حتى لو قلت لك حاجه تضايقك او تنرفزك عمر صوتك ما يعلى على بابي ابدا. ولا انا غلطان في العنوان؟ انجز يا بابي وقول عملت ايه غلط. بالعكس ما عملتش حاجه غلط. ده اللي عملته ده عشان ما اعملش حاجه غلط. ممكن تبقى دايركت وتقول لي ايه الموضوع على طول؟ طيب اللي عملته ده عملته عشان خاطرك انتي. عشان اكون عيلة ونتلم كلنا. كلنا نتلم في حميمية ونبقى اسرة جميلة مترابطة. تقصد بكلنا ده اللي هو مين؟ طيب انتي ما نفسكيش من زمان يكون ليكي اخت؟ عمري ما كان نفسي في كده. ما تقول بقى في ايه؟ ابدا. غاية في الموضوع يعني انا جوا صباح. علي صوتك. لا عشت ولا كنت لما علي صوتي على بنتي. انا جوا صباح. علي صوتك بالغنى. انا هتجوز صباح. صباح مين؟ خالد شريهان. اخت شادية؟ مرات عبد الحليم؟ نو واي الست دي تدخل البيت هي والبتاع اللي معاها دي. على غصتي. تس 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 تس. اي باشمهندس والنبي زود لي بقى الافكت بقى. عيب يعني ده انا حبيبه. ايوه تست. ايوه الله. ايوه تمام. عمنا باشا انت مصور كوكو مصور حضرتك. ما توقفليش اللي بقى توقفلي عند الباب بقى تصور الناس وهي داخله. ماشي فين اللي معاه كاميرا الفيديو؟ اه عمي معاك. تقعد لي هنا تخرج وتدخل والكلام الحلو ده. ماشي والقلوب والحاجات اللي انا قلت لك عليها حبيبي. يا كريكا مفارش قهوه فيصل دي بقى تشيلها لي وتحط لي بقى المفارش المورد. ممكن مش ده اتفقنا؟ يلا يابا يلا الله يكرمك.
الشيشه تمام والولعه تمام ولا ايه؟ يلا العروسه وكتاب الله لو جت ما لقيتش كل حاجه جاهزه هتسمعوا الفاظ ما سمعتهاش في حياتكم. مش مصدقه نفسي يا سو. Such a nightmare. بقى ده فرح بزنس مان كبير؟ لو حد عدى من بره هيفتكره مولد. على فكره انا بجد اللي مش مصدقاكي انت، كل اللي فارق معاكي الفرح and how it looks in front of people. مش فارق معاكي خالص ان باباكي متجوز البيئه اللي اسمها صباحتي. ازاي يعني مش فارق معايا؟ اذا كنت انا من ساعه ما عرفت انه هيتجوزها برجع كل يوم. خلاص ليه ما بوصيش الجوازه يا نالي؟ سو بابي قليل الادب وبتاع ستات، وبتاع ستات بلدي كمان اللي هما بقى بتوع يا حبيبتي والحاجات دي. فكده ولا كده كان هيتجوزها حتى لو كنت عملت له اللالو. اللالي whatever. انا قلت سيبه يومين ثلاثه يتجوزها وبعدين اشوف طريقه اخليه يطلقها. ايوه بس هتخلي ست البيئه دي هي وشريهان يقعدوا معاكي في الفيلا هنا؟ امال اخليه يجيب لها بيت ويكتبه باسمها ولما يطلقها تاخد البيت؟ لا طبعا، دي لازم تفضل تحت عينيا. اسيبها يعني تاكل بعقله كنافه؟ حلاوه يا نالي حلاوه. تست 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 تشيك 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 مايك تشيك مايك. ايوه الله الله الله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ده مين اللي طالب زبادو فراوله ده؟ مساء الفل يا فندم، محسوبك هاني. مبروك للحاج. انت مين يا حيوان انت؟ انا ليه يعني الغلط ده حضرتك؟ يعني انا هاني، هاني الدبدوب. دبدوب يعني حيوان اهو. عسل عسل والله يا فندم. انت بتعمل ايه هنا؟ انا حضرتك انا اللي مسؤول عن التجهيزات بتاعه الفرح، يعني تقدر تقول عليا كده انا الويدنج بلينرز. سمعتي قال ايه؟ بلينرز؟ اه لا مؤاخذه احنا اسفين لو كنا ازعجناكم، بس لازم نعمل ساوند تشيكس عشان تبقى كل حاجه جاهزه. ليه؟ ليه بتحطوا اسف كل حاجه؟ بلينرز وشيكس ليه؟ هو انت كتير؟ مش انت واحد؟ لا انت فهمتي غلط يا ابله، الاس دي مش بتاعت البلور، لا دي اس بتاعت الابوستروف اس. يعني الاس عايدة على الذكر اللي هو انا. انت مش ذكر، انت حيوان. وانت عسلز عسلز. ممكن اجرب؟ اه طبعا اتفضلي اعملي. لا عايز اجرب شيكس. اقولي شيكس 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 شيكس. الحارة تنضف في 60,000 داهية. والله كان قلبي حاسس ان هما مش هيعدوها على خير. يلا طلبوها ونالوها. خلاص يا خالتي سيبك منهم. بس يا بيت بتكسروا ورانا قلل يا حارة معفنة يا ولاد. بس يا خالتي دليلة فرحك. فرحي؟ لا ده انا اقلعلكوا الابيض والبس عليكوا الاسود يا ولاد ال اطفوا. خلاص بقى يا خالتي خلاص. ما تسمعونا زغروطه يا ولاد. على عينك يا أهرانا، على عينك يا أهرانا، حبات الليلة يا عيانا، على عينك يا أهرانا، على عينك يا درتي، على عينك يا درتي، الأبيض والأحمر فضلتي، على عينك يا درتي. يلا يا حارة ضلمة، يلا يا حارة ضلمة، احنا اللي نورنا. خير يا جماعه. دكتور سليم. هاي ازيك؟ هاي انكل سليم. يا نيل يا بنتي مبروك. مبروك على ايه؟ مبروك على المصيبه اللي احنا فيها. يا خير في ايه؟ في ايه يا انكل؟ حضرتك مش شايف الديكوريشن؟ مش شايف بهدله الجنينه ازاي؟ بص البالونه اللي هناك، بص حضرتك الناس اللي وراك بترقص ازاي؟ كارثه. لا الاطفال اللي معاهم، والله العظيم يا انكل دول مش اطفال، استحاله يكونوا دول اطفال بريئين.
من شويه واحد صغير كده جه يقول لي ايه، بص لي كده كانه بصت راجل كبير، كانه راجل مضغوط، قال لي يا انسه يا كويسه تتاكلي حته حته حتى لو ما حلوش. يعني ايه يعني ايه يقول لي انا كده؟ هو ده اللي قال لي كده يا عمك؟ يعني اللي ده قصده ملح وسه whatever. ما شفتش بقى حضرتك the new Mrs. عبد الله مكياوي؟ كارثه كارثه عملها بلدي جدا، بلدي دول اهلها دول قرايبها. يعني اللي يعني تقصد الجلاليب والعبايات والحاجات دي حاجه بالظبط. ممكن لو سمحت من فضلك، لو حضرتك بتحبني ولو بتحب بابي من فضلك تعال نلحقه في الساعه اللي فاضله له من حياته. بليز بليز يلا ننقذه، حضرتك اقنعه لانه مش مقتنع بكلامي. يعني اللي ده انا نفسي وهموت ان انا اعمل زيه. يلا حضرتك بتتكلم بجد؟ والله طبعا. واضح بقى ان انتوا في السن ده بتلسعوا او حاجه. طب اتفضل حضرتك اقعد وانا هخلي الناس الجميله دي تجيب لك بقى حلابسه وبلابسه والحاجات بتاعتهم. اتفضل اتفضل اتفضل. خلي بالك على ابوكي بيضربوا واحد ورا التاني. حاسب وسع وسع وسع. تعلن شركه مصر للطيران عن وصول رحله البحرين اللي عليها احلى عروسين. وسع 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 وسع. اللي قاعد يقف واللي واقف يوسع. وسع وسع يا عمنا. العريس ده يهمنا وعروسته من عندنا، نحييهم من قلبنا يخليهم ربنا. سكه حديد مصريه عريسنا مية مية. سكه حديد مصريه عريسنا مية مية. يا عم قول وانا اقول، يا عم رش الفلوس، يا عم قول وانا اقول، يا عم رش الفلوس. احنا بتوع المزامير وصل من كده بكتير. احنا بتوع المزامير وصل من كده بكتير. احنا فريق الكوكواوا كوكواوا. احنا فريق الكوكواوا. للي حبيبتي معقوله جايه تنيني؟ بليز ابعد عني، انا مش مصدقه. انت ازاي مش مستخبي؟ ازاي مش مكسوف؟ انت عازم قرايبنا؟ عازم ناس معاك في الشغل؟ للي في ايه بس؟ هي اللي طلبت الحقيقه، وبعدين انا شايف ان ده حقها. كسر حقها. كسر حقها. هو ايه حقها ده اصلا؟ حقها ده حقها ده شيء مصغر من الحق الكبير. يعني حق زي بقها؟ لا مش عضو في الجسم خالص. حقها ده شيء معنوي. حقها يعني هيقول لك خد بالك حقها. تؤذى فيها، تؤذى فيها دلوقتي. يخرب بيتها هي وحقها واهلها والقرف اللي هي جايبه لنا في حياتنا. بابي لو سمحت يا بابي، انا اول مره في حياتي اترجى حد. I'm begging you. تعالى تعالى بنضرب ديتوكس. تعالى هاي سيف. انا تعبت خلاص. انا عمري في حياتي ما دخلت اسم. عرفتكم بقالي اسبوعين بس، دخلت الاسم مرتين. اتضرب واتهان واخد بالجزمه. والظابط ما مشانيش غير ما قعدت اعيط وقال لي روح يا هبل كده. لا وكلكم واللي عملتيه في المتحف كوم. عملت دليدة لو جيمي بيغو كنتي وخدت بعدك ومشيتي وسبتيني. ايه يا سيف كنت عايزني اتحبس معاك يعني؟ بص يا نيلي انا معاكي في اي حاجه بس ما تكونش فيها خطر على حياتي ولا على سمعتي. خلاص سوري. ولا اخش اسم شرطه. قلت لك سوري. ولا اشوف ضباط. ممكن تقعد بقى لو سمحت عشان ورانا حاجات كتير نعملها. طب ما بدل ما تخشوا تسرقوا العقد من المتحف ادوا العيش لخبازه. ندي العيش لخبازه ازاي يا خالتي؟ قصدها يعني ان احنا نجيب عيش ونوزعه للسكيورتي ونحط لهم فيه مناوم فيناموا احنا نعرف ندخل. انا قصدي مش كل من رس الثواني قال على نفسه حلواني. بدل ما ندي لهم عيش نحط لهم ديزرت حلويات يعني مش فارقه كتير. انا قصدي تشوفوا لكم واحد حرامي يسرق لكم المتحف. حرامي ويسرق المتحف؟ انا مش مشترك معاكم في المؤامره القذره ديت. ما تهدى بقى يا عم سيف، خلينا نعرف نفكر. اقعد اقعد ارتاح. كمل يا معلمة. هنجيب حرامي في الأصل كان خباز وحلواني. أنا هنزل الفرن الأفرنجي أجيب لكم الحرامي ده. أفرنجي إيه يا أخطل؟ الحلواني ده يبقى جوز أمك الله يرحمه. كتك ست النيلة. أنا عايزي تنزلوا دلوقتي على قهوة الحرامية تستلقطوا لكم واحد حرام يكون كويس كده وهو بقى اللي يخلص لكم الشغلانة دي كلها.
انت تعرفي حد هناك يا خالتي؟ ده نعرف نائب الحرمية حبيبي. خد يا متنيل. أيوه. طلع نمرته من على الموبايل، هتلاقيه متسجل منعم الحرام. منعم الحرام مسجلها كده؟ أيوه. ماشي حاضر. محمود الأردن، مصطفى شروكي سودا. ما بلاش بقى كده، هتفتش الأسرار. ماشي، مين مصطفى شروكي سودا؟ اتنيل، شوف نمرته. حاضر. منعم الحرامي. ايه اتفضلي يا معلمه. الو، ازيك يا واد يا منعم، وازاي امك؟ اتقفشت؟ طب والبت دوح؟ ايه اتقفشت برضو؟ ده الشبكه كلها وقعت بقى. امال ايه؟ الاداب شدت جامد اليومين دول. خالتك دي جامدة بس. اي نو، امال بقى لو كنت حضرتيها ايام الدولاب. ايه ده؟ انا كمان وانا صغيرة لما كنت بلعب هايد اند سيك كنت بستخبى في الدولاب. بطلي جهل بقى، الدولاب ده زي الديتوكس كده. ازاي؟ استغفر الله. انا هبعت لك ناس حبايبي، عايزاك كده تستلقط لهم حرام. هو انت مكانك فين دلوقتي؟ ايه؟ لا، طب استنى، هديك واحد توصف له الطريق عشان هو اللي هيسوق. خد. ايه عايزه ايه؟ خد، رد على الراجل يخرب بيتك. ده حرامي، انا اكلم حرامي؟ خالته صباح، هتخليني اكلم حرامي انا يعني؟ يا واد يسمعك يا واد. يسمعني ايه يا دكتور؟ ما هو حرامي هو عارف. خد يا واد، يا مسهوك انت. ايوه يا فندم، اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ يا فندم فين المكان بقى يا فندم؟ في الحكوره، عزبة العرانيس. ده فين دي بقى؟ في مدينة الشمامين؟ خليه يعمل لك شير لوكيشن على واتساب. شير لوكيشن ايه؟ بيقول لك عزبة العرانيس، اقول له شير لوكيشن؟ ايوه انا هسال، انا ايوه هسال واجي. حاضر، متشكر، اجي لك عند البطزايه نفسها في عزبة العرانيس. حاضر يا فندم. طيب ماشي، هنيجي امتى؟ بكره. بكره معلم. ماشي يا فندم، مع السلامة. مع السلامة، زق قوي انت. مع السلامة، باي باي. سلام. انا مش هشترك في المؤامرة القذرة ديت. يعني هتسيبني اروح لوحدي؟ لا. هتيجي معانا يعني؟ لا. هاني. ايه المكان ده؟ ما تقلقش، احنا ماشيين صح. انزل بس في المزلقان ده. انزل فين بقى؟ الحق يا هاني. ايه في واحد معاه بلطة؟ بلطة ايه؟ هو ماشي في الغابة. غابة ايه؟ بقول لك بلطة مش بطة. ايوه يا عم سمعتها، دي اسمها سنجة. سنجة ايه السنجة دي؟ السنجة دي آلة موسيقية بيقعد يعزف عليها. يعزف عليها؟ ايه يا سيف؟ ايه يا سيف الغباء ده؟ ما عادي يعني، ما انا ما بنزلش من بيتنا الا وانا معايا القرن. قرن فلفل؟ عشان تشعوطي اي حد في عينيه. ما تقلقش يا عم سيف، انت ماشي معاك هاني الدبدوب. ما تقولي حاجة يا شوشو، دي القعدة صغرت قوي. ده دوبي دوبي دوبي. الحق، في طفل صغير مش لابس بنطلون، اقسم بالله اهو. ايه ده؟ فين ده؟ ايه ده مش صغير، ده كبير. لا مش هبص. تجيبنا فين يا هاني؟ بس مش متخافش، مش ممكن المكان ده. يا نهار اسود، اقف هتدوسوا. مش عارف عايز ايه. متقلقش، دول اهل المنطقه، لما بيلاقوا حد غريب داخل عليهم فلازم يامنوا كده اهوت. مش انتوا في منطقتكم لما بتلاقي حد غريب بتامنوا؟ هاني انا من مصر الجديده، مصر الجديده بيخشها حوالي 2 مليون واحد كل يوم. اقف انا بقى في ميدان روكسي امن الشعب. خلاص انا هتصرف احل الحوار ده. انزل معايا. لا انزل انت. لا انزل عشان تتعلم كده وتعرف تتعامل في المواضيع دي. انزل. انا خايف. ما تخافش، انزل، انت نازل معايا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. معلش بس يا مدير سكه كده، عشان معانا حريم داخله. والحريم اللي هيعدوا دول بقى حلوين على كده؟ يعني شغالين. ايش؟ طب يقولوا يعني يقولوا. انت ايه يابا، انت مش شواف ولا ايه؟ انت لو راجل شواف تعرف تترجمني صح. انت ايه، ما تعرفش هاني الدبدوب؟ مين هاني الدبدوب؟ وترى بقى دبدوب بحجره ولا زنبلك؟ على الطلاق حلوه. يا سيف بتنايل ليه؟ بتضحك على ايه؟ عشان ابان ابن حنك. بس اخرس خالص. حاضر. لا يابا، هاني الدبدوب بيشتغل بالطاقه السلبيه. صل على النبي. وروح بقى اسال كبيرك، قول له مين هو هاني الدبدوب. انا ماليش كبير يا. ايه ده؟ طب اشتري لك كبير. انا الكبير هنا يا. والله ايه ده، معلش عشان انا مش من المنطقه دي يعني. حضرتك الكبير بتاع المنطقه؟ هو ولا لا انت يا عم؟ بقول لك
معلش انت قلت الجمله ونفيتها برضه في نفس الوقت. معلش اصل شكلك صغير برضه وما يبانش عليه ان انت الكبير. انا شاب لكن ولا عمري الف عام. شغال في محل رخام وابويا شغال في اللحام. ما تاخدش على كلامي عشان عندي سكاب. طب ما تاخد برشام على الطلاق. حلوه. عسل. انا ابن حنك زيك. انت عسل. جاي تعمل ايه هنا؟ جاي لحن الكلمات اللي انت بتقولها دي. ما تهزرش، هو بس اللي يهزر. ماشي حقك عليا. معلش جاي ليه؟ جاي عشان اقابل المعلم منعم. معلم منعم مين؟ المعلم منعم مين؟ طب ثانيه واحده معلش. شو ايه دبدوبي؟ المعلم منعم اسمه المعلم منعم ايه؟ اسمه المعلم منعم الحرامي. ما عندناش حرامويا يا عسلويا. عسلويا؟ الحق دبدوبي ده بيقول لي عسلويا. خش يلا خش جوه. طب انا جوه العروب بويا. جايين للمعلم منعم لو سمحت، يعني انده لنا على المعلم منعم. مفيش منعم هنا، اتكل على الله عشان ما اعملهاش معاه. يا لو سمحت انت. ايوه عسل. لا مش عارف فين المعلم منعم، وسع لنا عشان احنا ندور عليه. ايه الاساتوك ده؟ بقول لك يا زميلي تعال. امرني. انا امشيك. الله يكرمك. بس ليه طلب سؤال ان. ايه طلب ايه؟ سؤال ان. اؤمن عادي. سيبها وخد عرقها. لا يابا خدها بعرقها يابا. ما يخلاش. بعرقها؟ ما يخلاش عليك. اخلص. عرقها ده انضف منك. من المجنون. انا اسف جدا. انا مش عارف عملت كده ازاي. ايديا انت هتف هتف علي. تف تف علي. هتعمل ايه؟ على الطلاق لا تموت ياض النهارده. طب خليها تف. على الطلاق لا اقتلك. على الله. حد ليه يشوف حاجة؟ طب حد شاف شوقي حامد؟ راح مشوار وراجع يا معلم. لما يرجع قولوا له المعلم منعم عايزك. يا معلم منعم. في ايه يا ولا؟ أنا هاني حامد أخو شوقي حامد، وجايين لك من طرف الست صباح. صباح العيقة؟ الإيه؟ العيقة. جايز. هي عيقة. سيبوهم. يرضيك يا سيد المعلمين، يتكتروا علينا ويلونوا على حرمنا ونقف ساكتين من غير ما ناخد حقنا. متوجه انت تضربونا هنا يالا؟ انت جاي تضربنا هنا يالا في منطقتنا؟ انت واكل ايه؟ والله لحم بطن الصبح. ده انت ولعك زخانه بحالها. خد يا شيبه. يا معلم روح تعيش. فينو ولا كايزر يا معلم؟ فينو فينو. ماشي يا معلم. أنا حييتك من تاني. استغفر الله العظيم. معلم أنا اللي كنت بتضرب. أنا حييتك من تاني. استغفر الله العظيم يا رب. الجراحة حلوة مفيش كلام، بس أخد الحق صنعة، واللي أنت عملته ده مفيش فيه أي صنعة. دي دخلت إنك لميت وإنهم لميتون. واضح يا معلم إنك متأثر بالفيلم ده قوي. فيلم إيه؟ فيلم إيه؟ مش بعدين. معاك سجاير؟ ما أنت بتشرب معاه السلوى يا معلم. أنت مالك؟ صح صح صح. اتفضل سيجارة يا معلم. هات العلبة كلها. حط السيجارة. انت فديت نفسك بالعلبة دي. ده لو ادينا له كيس شيبسي شوفوا هيعمل معانا ايه. انا هشغلك معايا. ماشي بس انا مش بطولي. ايه فورياجي؟ مش اهواج انا. والنبي يا معلم فكك بس من الفيلم ده لحظة، وطالبين منك خدمة. احنا عايزينك تجيب لنا حرامي من عندك عشان لما مؤاخذة كده عايزين نعمل عملية. ما الحتة كلها حرامية. لا ما احنا عايزينك انت يا معلم اللي ترشح لنا حد. ما اقدرش يا بنتي، كلهم معزه واحده، كلهم اولادي. احنا قصدنا اننا عايزين حد يكون تراست وورثي. ها؟
يعني حد تكون بتضمنه بس. أضمن مين؟ دول كلهم حرامية. أنتوا تروحوا على القهوة تفرزوا اللي تفرزوه وتختاروا اللي تختاروه. آه إحنا نروح نعمل أوديشن للحرامية. أوكي. ولو حصل حاجة قولوا يا معلم منعم. دي معلم منعم دي زي يعني زي جزر يعني دي التعويذة؟ آه. نيلي ده طلع خارق. واو. اتكلوا انت على الله. ماشي. باي. يا معلم خد العيش اهو، انت سبتهم يمشوا؟ احنا كده بنتف في عبينا. بلاش هرب بقى يا ولا. لو عندك علبة ايس كريم في الفريزر والنور قطع تاكله هو سايح ولا تستنى اما النور يرجع والايس كريم يتجمد وتاكله؟ طب ما نجيب واحد جديد اسهل يا معلم. وكتر مصاريف كتر مصاريف ولا. نعدي من هنا؟ اه وطي اهبل. اوعى بقرف. مش كفايه اللي احنا فيه؟ I love the place. اكيد هنا في عرس كتير. هو ينفع نتصور هنا؟ اه ما معاك الكاميرا تصورك هنا. اشربوا يا سيف. يا معلم منعم يا معلم منعم. بس يا سيف ده القهوجي. امال لابس كده ليه؟ الله يكرمك عايزه واحد شاي. حاضر. شاي خفيف سكر زياده. على عيني. انا اكيد مش هشرب حاجه عندكم. مش انت لما بتغسل الكوبايات تغسلهم بالميه كده وخلاص؟ مظبوط. شكرا انا مش عايزه حاجه. ماشي. في عصير فريش؟ لا ما عندناش عصاير، انما في شاي وقهوه وحشيش وبانجو وبرشام على كل نوع طلباتكم. طب هات لي شاي وبرشامه بنادول. قصدك ترمادول يا استاذ؟ لا هات لي شاي وخلاص. حاضر يا استاذ. معلم معلش سك بقى على الشاي ورسل حجرين حشيش على بانجو. من عناية سكالانس. حاضر. هما بيبيعوا دراجز هنا عادي كده؟ اه ليجل. انا ما اعرفش انا توعدتكم ازاي وجيت المكان ده عشان دلدول. ودي الجيت. اسكت بقى خلينا نشوف هنختار مين. ها شايفين الراجل اللي هناك ده؟ شكله كده خطر قوي. هو كان خطر بس بيتقال ان التاني ده اخطر منه. اخطر منه؟ انت ما شفتش عمل في الفحل ايه؟ امال هيعمل فينا احنا ايه؟ بصوا بقى ايه رايكم في الكيوتا ده؟ ده عجوز قوي يا سيف. ما هو ده قديم خبره الدهن في الدوالي. ده احنا ناخده نعالجه مش نخليه يسرق لنا. بس انا لقيته. شايفين الهادي الغامض اللي قاعد هناك دهوت؟ شكله احسن واحد يتكتك لنا. ياد ده مخبر. ياد ايه الظن ده؟ عرفت منين انه مخبر؟ اهو لبسه عامل زي الافلام الابيض واسود. انت ما شفتش شروق وغروب؟ شفت شروق بس. ما تعيطش ياد مفيش حراميه يا جدعان يعيطوا. هظبطهولك دلوقتي يا عم رضا. اهلا. اهلا ايه وسهلا ايه؟ بتشك الواد في دراعه ليه يا عم رضا؟ عيل قليل ادب ماسك مانتو وعمال يثبت العيال في الحاره. ما يثبت العيال في الحاره، ما بيتضرب عشان يبقى مجرم قد الداني. وبعدين تعرف الواد ده تبع مين؟ ده تبع المعلم سلطان، يعني مش هيحل لان الواد ده من تلامذته وكان بيعمل الهوم وورك. على العموم احنا خدامين المعلم سلطان وعياله. معلش يا حبيبي عندي دي لمؤاخذه. حلاوتك يا اخويا ونعمل بيها ان شاء الله لمؤاخذه. دي نصرفها من انا جزخانه. خلاص يا ست الستات شوفي ايه اللي يخلصك وانا خدامك. هات 100 جنيه. 100 جنيه ليه؟ هو قال لي ليه مش عشان نعالج الواد؟ ايش مكركرون على شاش على جاز على زفت على دماغ. بس
ال 100 جنيه يا ست الكل وما تزعليش روحك. اتوب ما تبقاش تعملها تاني. على عيني. تعالي اهو. خد يا 20 جنيه اديها لامك وسلم عليه. 20 جنيه بس ده انت لسه لازع الراجل في 100. انت مالك يا ابني اصحاب شيب بدل ما اكشم لك في وشك امشي يالا. طب ودي اللي هوريك والله لو قلنا ما تشبشب لي. والمصحف اللي ركبها لك في وشك امشي يالا. بابا بابا هي دي هي دي هي دي اللي هتسرق لنا المتحف. دي ايه؟ دي بنت. طب وماله البنت؟ البنت دلوقتي بقت مدرسه، بقت محاميه، بقت دكتوره، مهندسه، ديلر. الكلام ده يا ماما تقوليه في الستات ما يعرفوش يكذبوا مع مفيده شيحه واصحابها دول. يا جماعه بس هي مهما كان هي بنت. انت ليه كده بتقول على البنات ان هم حاجه قليله؟ ما انا قدامك بنت اهو، اكتر واحده في مصر عندي فولورز على الانستغرام. ابقى ناجحه ولا مش ناجحه؟ يا ستي مش قصدي ومش وقت حقوق مرأة، انا بتكلم ان الست تخينه تخينه، هنيجي نقرب بالعقد تيجي تتزقر في اي حته ضيقه ومش عارف نقرب. على فكره مش مشكله خالص، انا شفت ناس كتير قوي بتقتل جوزهم وبتاكل اطفالهم وهم كلابيز عادي. انت مش بتشوف صبايا الخير؟ لا بشوف ذا فويس. خلاص تعالوا يا جماعه تعالوا نروح لها، انا اصلا شاكك ان دي بنت وشكله هيطلع ابراهيم نصر. لا لا ما بعملش مقالب سوري. خلاص ما تزعش يا عم سيف. يلا يلا نروح. هات لي شيشه يا ابني. هاي السلام عليكم. اتفضل. ممكن بس ناخد من وقتك كده خمس دقايق؟ اقعدي يا اختي. احنا هنقضيها نظرات ولا ايه؟ خلاصوا. اصل احنا معجبين. هو يعني لا مؤاخذه بس حضرتك ولا حضرتك؟ يوبا حضرتك وحضرتك وهنقعد بقى نستظرف يا جدعان. حضرتك والنعمه بيت 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 بيت. انا برضو بشبه صح؟ صح. قصدك على البنت سميره بيرة اللي في فيلم الفرح؟ بصي حضرتك الشخصيه دي اصلا مقتبسه مني، يعني عارفه دنيا سمير غانم الكتكوته العسوله دي جت قعدت مكان حضرتك هنا، انا بقى شربتها الكاركتر لما اقنته. والله والله يا جدعان ما تفكرناش بقى بالحاجات الحلوه دي وتطلعوا البت اللي جوايا. اكيد في حاجات تانية جواكي غير البت اللي جواكي اكيد. طب هو حضرتك حراميه؟ حراميه ايه يا ابله؟ تفهم من بقك. انا مش حراميه، انا ما مديش ايدي في جيب حد. امال ايه بس؟ لا انا هجامه. الله، وهجامه في نادي ايه بقى؟ انا اعرف كل المهاجمات وبتفرج على الكوره النسائيه. لا انا مش هجامه في فريق كوره، انا اسرق منزل اطفش خزنه كده يعني. تسرقي متحف؟ اسرق متحف. اسرق متحف؟ لو عايز اقتل اعمل ايه؟ تخنق في الاول واد اسمر. يا نهار احمر يا نهار اسود. ما تخلصونا يا جدعان. متحف ايه يا ابله اللي عايزانا نسرقه؟ ده متحف المجوهرات الملكيه، اصل جدتي عندها عقد هناك ونفسها تلبسه قبل ما تموت. لا حول الله يا رب، لا الف سلامه عليها. بس المتحف ده قبل زمانه تلاقيه دلوقتي يعني بصي لا باش بقى، وتلاقيه كله اجهزه انذارات وكلاب حراسه، ده تلاقيه الحكومه مدروزه هناك. مدروزه؟ اكيد مفيش حاجه صعبه على حضرتك. احنا سالنا عليكي وترقصنا. اتقصنا. Whatever. You're the perfect one for this mission. انت عايزه ايه؟ يعني انت احسن واحده. قصدي يعني انت عمهم في الحراميه. اه لا اذا كان عمهم بقى وانتوا جايين على السمعه انا ما رجعكوش ابدا مكسورين الخاطر. بس بصوا من الاخر العمليه دي هتتكلف كتير. اطلبي اللي انت عايزاه في الفلوس ما يهمكيش خالص. هو ايه اللي اطلبي اللي انت هو انت هتدفع من جيبك؟ وانت مالك انت؟ على فكره انا اللي هدفع. ما انا خايف على فلوسك يا ابني. معلش يا معلمه لازم نتفق، هتاخدي مننا كام؟ بصوا انا والثلاثه واللي بتاع هتاخدوا فاتوره ضريبيه. فاتوره ضريبيه؟ هو انت هتجيب لنا هجامين من سمير وعلي؟ مش عشان يا راسه ما تيجي تجرد في اخر السنه، ما تقولش ان انا كروتك. خدها بتنفع بتنفع. ماشي ماشي. يبقى كده 20,000 بلبل. البلبل يعني كام بالمصري؟ لا مش كتير. 20,000 جنيه دول؟ لا مش كتير. بص يا ابله، لا احنا بقى لو هنقعد بقى ننهد ونفصل من اولها العمليه دي هتتفقر. من الاخر كده العمليه دي فيها ثلاثة، كل واحد هياخد 5,000 جنيه وانا 5,000 زيهم، يبقى كده يا دوبك. وانا اصلا كرمكم عشان انتوا شباب صغننين. طب يا معلمه ما ينفعش ما نجيبش حد خالص وانت اللي تقومي بالمهمه كلها؟ والله وانا بقى مستنياك انت بقى يا فتك بقى ناور تيجي تقول لي ايه اللي اعمله وايه اللي ما اعملوش. اصلا العمليه دي توبها اربعه، انا عاملاها لكم بثلاثه عشان خاطركم، يعني انا كرمك من غير ما تيجي تقول لي كرميني. شكرا. طيب انا عندي حل يا معلم، دلوقتي احنا قدامك اربعه اهو، ممكن احنا نقوم بالعمليه معاكي والناس دي مش هتاخد فلوس وانا هاخد 3,000 بس. انت عبيط يا لا؟ انت عايز نسرق؟ انت مجنون ولا حرامي؟ انت اهبل ياض يعني ولا ايه؟ وبعدين ياض مالك سخننا على السرقه كده؟ خلاص.
انا ايه السواقه الزفت اللي انت بتسوقها دي؟ انا مش خايف على العربيه؟ السكك كلها مطبطه وانت عمال بتجري، مش خايف مسمار يخش فرد الكاوتش يبوظها؟ انت عارف التيل بتاع العجله بكام دلوقتي؟ ابو الدهب بيه، سيبك من التيل، خليك تقيل، المهم العقد. خلاص خلاص يا بنات، انا مش سامع مؤاخذه، قلت لكم لما تعوزوا حاجه تقولوا لي، ولا لازم ارص لكم ودنكم، ولا انا اتكلم ولا حتى انت لم تنادي؟ الله الله الله، ده الموضوع عائلي بقى وطلعتوا قرايب في بعضيكوا. طب اتكل انا بقى على الله، الحق اخد خالتي افسحها شويه وارجع لكم تاني. سلام عليكم. استنى يا فتحي، احنا مش متفقين اوصلك ولا ايه؟ استنى هاجي معاك يا فتحي، استنى عشان ما تتوهيش. خد انا، تعالى هنا. تعالى. ايه ده، هو انتوا تعرفوا بعض؟ دي تاني مره نشوفهم مع بعض، ديفينتلي يعرفوا بعض. فين العقد؟ عقد ايه؟ العقد اللي مؤاخذه سارقينه دلوقتي من المتحف. احنا ما سرقناش حاجه، احنا كنا بنتعشى. والله وايه اللي على كتفك ده؟ ده كاتشب بس بيحرق قوي. اه، ما انت عشان طلبت سبايس قلت لك بلاش السبايس. بقول لكم ايه، احنا في منطقه لبش، والحكومه دلوقتي بتدور على اللي سرقوا المتحف، يعني ممكن تطب علينا في اي لحظه. فخلصوا ولخصوا بقى وطلعوا العقد. حضرتك احنا مش فاهمين بتتكلم عن ايه. ضحي طلع حقيقي ولا خرس بقى؟ لا طلع حقيقي طبعا. انت يا زفت يا ضحي. انت ده ايوه يا ابو الدهب بيه. الوقت احنا عايزين العقد وهما مش عايزين يدونا العقد. اه، نعمل معاهم ايه؟ نعمل معاهم ايه؟ انت بسألني؟ ما ناخد العقد بالعافيه. ايوه ناخد العقد بالعافيه، اللي معاه العقد يطلعه ولا فرغ المسدس ده كله بنفوخه. انا محدش يضربني في النار تاني، هو انا واقف على العربيه بام؟ خلاص يا هاني اديهم العقد. ومعاك انت العقد بسرعة. حاضر بسرعة. ثانية واحدة، هو ده يا جماعة العقد اللي انتوا عاملين عليه الحوار ده؟ هو ده. طيب مش تقولوا كده من الأول، اعملوا لي غسيل معدة بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ وباعه. الواد ده عبيط ولا متخلف ولا ايه؟ هات منه العقد يا ضحى. هات العقد بقول لك. مش قادرين تسرقوا خاتم. العقد يا ابو الدهبي. طب يا بنات، المؤاخذة انا كانت مشكلتي مش معاكم انتم، المؤاخذة كانت مع جدوك الله يرحمه بقى، وانا خلاص حتى حقي. بالسلامة انتم. يلا ضحي. اتفضل يا ابو الدهب بيه. احسن يا موزي. سلام. احسن بتبلع العقد؟ تفكر نفسك اسماعيل ياسين؟ ايوه يا عم، انا بيبلع الحاجات. انت كويس؟ اه، شفت حاجة كده؟ شوف. لا مفيش حاجة. طب على فكرة يا انكل عم ذهب، العقد فقش اصلا، اوكي؟ ما تجمد بقى يا عم سيف في ايه؟ ما احنا ياما اتضربنا بالنار وبالسيوف وبالكرابين كمان، ما عملناش زيك كده. ده وانا صغير لما ابويا كان بيعاقبني كان بيلسعني بالمكوى في وشي. ليه انت ابوك كان ياجوج وماجوج؟ لا بس كان بيعلمني. هاني. خد الجواب ده، ادي لبابا وماما في السعوديه. ايه ده، انت سعودي يا سيف؟ شبيه الريح، شبيه الريح. يا عم سيف ايه؟ فيش ولا كلمه باينه، الجواب كله دم. كتبته بدمي. ايوه تمام، هنعمل ايه دلوقتي يعني؟ نكتبه تاني. نكتبه تاني. اكتب عندك يا هاني. اقول ابي الحبيب، امي الغاليه، اصيل، ابكي انزف واموت وتعيشي ضحكة مصر. لا وحياة خالتك، انت ما اتضربتش بالنار وانت بتحرس الحدود، انت اتضربت بالنار وانت بتسرق متحف. ما تقولش بتسرق، انت اللي خليتنا نعمل كده، انا ما كنتش عايز. انت حرامي. ما تفكرنيش يا انت حرامي، وده مصير كل خير. قلت لي روح، انا ما كنتش عايز اروح. ايه يا واد قاعد بتنكب فيك ليه؟ قوم من هنا. بيخطرف من الرصاص. معلش يا حبيبي، استحمل شوية، أنا هطهرها لك وهتبقى زي الفل إن شاء الله. إيه ده يا خالتي؟ هو أنت ليكي في التمريض؟ أيوه، وعندي كمان الطاقة. أنت كمان خريجة التمريض؟ لا، كنت جايباها عشان شهر العسل. النبي أنت اللي عسل. طب يا فالح، هات السكينة دي من جنب. أجيب السكينة ليه؟ هتعملي بالسكينة إيه؟ متخافش، شك الدبوس. شك الدبوس؟ لا، انت هتغزني بالسكينه وتعملي الطلقه كده وتنط في الميه صح؟ وانا متبت شن؟ ايه الفيلم الانجي اللي انت عامله ده؟ ده انا جايباها عشان اقطع بيها الشاش.
سيف عامل ايه يا صباح؟ الحمد لله يا حبيبتي جات سليم. انا هطهر له الجرح بشويه كولونيا وان شاء الله هيبقى زي القرد. كولونيا؟ لا كولونيا بتحرق، بنشطشط لي الجرح. معلش يا سيف استحمل كل ده عشان مصلحتك، وبعدين انا جنبك. هاتيلي الصينيه دي من وراكي. نيلي خليكي جنبي ما تسيبنيش. كلنا جنبك يا سيف ما تخافش. بص احنا هنعمل ايه، هنعد من 1 2 3 وبعدين نحط الكولونيا على طول. خلاص ماشي، هنعد 1 2 3 عشان خاطرك اعمل كده. صدقني مش هتوجعك ولا تحرقك ولا اي حاجه. يلا يا صباح. طب استنى اغمض عيني. غمض. يلا نعد 1 2. ايه يا واد في ايه سرعتني؟ انتوا خمامين كلكم، انتوا كذابين كذابه. عشان قلت لها تعدوا 1 2 3 عدت 1 2 بس ورشيتوا. انت خمامه يا خالتي صباح، خمامه. يعني لو كنا عدينا لثلاثه ما كانتش هتحرقك. يلا يا هاني نشوف شريهان. سلامتك يا سيف. سلامتك سلامتك سيف، وريني الجرح كده. دي الكسبة. اقبل. مالك يا واد عامل كده ليه؟ بتحرق قوي، مشتشتة قوي. انا مش قصدي على الطلقه يا خفيف، انا قصدي مالك مبهدل نفسك قدام البت نيلي كده وسايب حالك ومحتالك ليه؟ مفيش، مش صديقة، صديقة وبسعادة. انت بتسرح بيا يا ولا؟ فاكرني تلميذة بتشتغلني؟ خدت رصاصة في كتفك عشان صديقة؟ امال ايه؟ انت بتحب نيلي يا ولا؟ انا ما بحبش اتكلم في الحاجات ديت، انا ماليش في الحاجات دي، انا مركز في دراستي وابحاثي، لكن انا ماليش في الحب والحاجات دي. مالكش في الحب؟ انت فيك حاجة يا ولا؟ فيا ايه؟ لا بقولك ايه، خالد صباح انا كويس وزي الفل وكده. طيب ما دام انت كده بقى انا هقول لك الكلمتين اللي فيهم الخلاصه. قولي. البت نيلي دي قويه ومستقويه ومناخيرها في السما، بس كل ده على الفاضي. عامله زي الفرسه الجامحه وعايزه الخيال اللي يحكمها. ايوه يعني اخد كورسات ركوب خيل في نزله السمان يعني، ولا اعمل ايه؟ لا يا روح امك، عايزاك تمسك نفسك كده وتشد روحك، ما تبقاش يعني لا مؤاخذه كده. لا مؤاخذه ايه؟ خالد صباح لا مؤاخذه، قلت لك انا كويس وزي الفل وكده، انا كده. طب كويس يا اخويا انك كده. طب بقى لا مؤاخذه، اتكل انا على الله واسيبك تستريح وتفكر لك شويه. خالت صباح دي طلعت صيعة صيعة. ايه شريهان انت لسه متضايقة؟ ولا متضايقة ولا حاجة، هتضايق على ايه؟ ما حياتنا زي العسل اهي، وعم دهب اخد العقد والفلوس راحت وشكرا. انت ليه مستسلمة كده؟ بقولك كل حاجة راحت يا نيلي. مفيش حاجة راحت. ازاي يعني؟ انا عارفة انا بقولك ايه، مفيش حاجة راحت خالص. ممكن بليز تديني موبايلك عشان موبايلي قطع شحن؟ موبايلي مع الواد هاني في الحمام بيلعب جيمز. مش عايزه اتخيل اصلا. شوشو ها، هاتيلي كوز ميه عشان الشطافه ضعيفه ومش طايله. لا يا هاني مكسله، قوم بلي منديل. انتوا ازاي مقرفين زي بعض كده؟ انا هرجع. شوشو ها، مش لاقي مناديل بس في فوطة جنبي، قابلها؟ ماشي، بس عينها على جنب عشان محدش يستخدمها. بس قرف يا حيوان، انت مالكش دعوه بالفوط اصلا. انتوا ازاي كده؟ ايه البت الاوفر دي؟ هو يمسح بيها وشه؟ بص على ايه؟ طلع فالصو. فالصو؟ فالصو ازاي؟ اهو الختم بتاع الفالصو اهو. ازاي سعادتك؟ ده انا واخده منهم بايدي ومسلمه يدا بيد الايد ساعتك. بعد الجهد ده كله يا رب يطلع العقد فالصو. يكون شيء بدله الاصلي بواحد فالصو بصنعه لطافه بخفه يد. يا سلام يا سلام على دماغك، وهم مش عرفهم يا غبي ان احنا هنطب عليهم؟ صحيح. وبعدين امتى هيلحقوا يطلعوا عليه؟ صحيح. هذا اللي مجنني انهم عارفين العقد فالصو، ما
بيسرقوا لي ايه؟ اه صحيح. انت مفيش وراك غير اه صحيح اه صحيح. اخرس خالص، مش عايز اسمع اه صحيح دي. حاضر سعادتك. شوف مين. الو. ايوه نيلي، عايزين تقابلوني؟ ماشي، ما عنديش مانع، تعالوا عدوا عليا انا هنا في المكتب. ايه الوقت متاخر؟ اه صحيح. اه طيب بكره. فين؟ في المرسم. ماشي في المرسم. سلام. الله على دماغ سعادتك. طب ايه بقى مؤاخذه الموضوع اللي انتوا عايزيني فيه؟ بص يا انكل عم دهب، نعم، عشان ما نقعدش نلف وندور على بعض، احنا عندنا شويه معلومات واللغز، حضرتك عندك شويه معلومات بلس العقد، فاحنا نظبط الحاجات كلها على بعض، وحضرتك تاخد الفلوس بتاعتك اللي عند جده، بس اللي اوله شرط اخره سور. سور ازاي يا بنت؟ اخره نور قصدك يعني؟ لا سور، عشان السور ما حدش يقدر يعديه. نور ايه؟ وات ايفر يعني. وبعدين اوكي، حضرتك هتاخد حقك واحنا هناخد حقنا، ومحدش يجي على حق التاني الا مؤاخذه. طب مؤاخذه يعني انا ايه المطلوب مني برضو؟ حضرتك تدينا العقد ونفتح المجله ونشك ايه الموضوع. انتوا لسه بتشكوا في العقد؟ لا نشك يعني نشوف ايه الموضوع. ماشي هات العقد. اضح اتفضل يا مالك. اول حاجه لازم نفهمها هو ليه جده ودانا عند العقد وهو عارف انه فوقش اصلا. مفيش اي حاجه في الستوري ليها علاقه بالعقد وفوقش عقش والجده بطه احنا ما خدناش بالنا منها. هو مفيش، بس استني اما اتاكد بس.